يواصل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تدريباته اليومية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي والتي ستقام في مدينة كونا بالولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت المقبل. وأكد سموه أن مشاركته في السباق تعتبر من المشاركات المهمة في مسيرته ببطولات الرجل الحديدي، معربا عن تطلعه من خلال المشاركة في البطولة تحقيق نتيجة إيجابية والتي ستشكل دافعا قويا، مؤكدا سموه تطلعه تأكيد الإنجازات التي حققها في البطولات السابقة، مضيفا سموه أن التواجد في البطولة العالمية سيكون له آثارا إيجابية من تحقيق إنجازات كبيرة باسم مملكة البحرين، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي يمكن الاستفادة منها في البطولات المقبلة. وقال سموه أن سباق الرجل الحديدي يعد من السباقات التي تمتلك مكانة كبيرة بين جميع السباقات باعتباره الأقوى من كافة النواحي، وأن المشاركة البحرينية في السباق ستسهم في تأكيد التواجد البحريني في المحفل الرياضي الكبير الذي سيسهم في توسيع قاعدة المشاركين في مثل هذا السباق في البحرين. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن التدريبات تسير وفق الخطة الفنية الموضوعة، مؤكدا الوصول للجاهزية التامة من الناحية الفنية والبدنية قبل انطلاقة السباق العالمي. وقال أتمنى أن أحقق إنجازا كبيرا يليق باسم مملكة البحرين التي باتت رائدة في رياضة الترايثلون على المستوى العالمي. وأشاد سموه بأعضاء الفريق البحريني المشاركين في السباق وهم محمد الجيس وخالد بوعلاي ومايكل كلاهورا، واصفا سموه إياهم بالأبطال القادرين على تخطي الصعاب والتحديات وصولا إلى تحقيق الإنجازات. وبعزيمة قوية وبهمم الأبطال سيشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في السباق العالمي بعد أن تمكن من التأهل إليه بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققها على مدار الأعوام الماضية، كما سيشارك إلى جانب سموه من أعضاء الفريق البحريني للترايثلون والذين تمكنوا من التأهل كل من القيس بوعلاي وكلاهورا. بالإضافة إلى ذلك فإن الفريق البحريني للقوى والتحمل 13 سيكون هو الآخر متواجدا في السباق عبر أبطاله للظفر بالمراكز المتقدمة.